بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، ونبدأ درسنا من جديد من دروس شرح رواية ورش من طريق الشاطبية. نشرحها من المصحف. وقفنا عند قوله تعالى: قالت يا ويلتى آرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. يا ويلتى من ذوات التاء فيها فتح وتقليل، وفيها مد منفصل فيه الإشباع. آرد لنا فيها التسهيل بين ولنا الإبدال بمقدار حركة فقط، ولا يصحون للإشباع ولا التوسط. شيخان إن هذا نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، لا شيء عجيب مد اللين فيه التوسط والإشباع. إذا على التقليل يجوز التوسط الإشباع في لا شيء، وعلى الفتح يجوز التوسط والإشباع في لا شيء. طبعا على التقليل بين لنا في العارض للسكون توسط إشباع، وعلى الفتح لنا ثلاثة العارض. بالنسبة لآريد طبعا بعض المغاربة قالوا فيها التوسط لأنهم قاسوها على مد البدل، ولكن هذا لا يصح. لا توسط في هذا النوع من الطرق النشرية ولا إشباع، فلا يظن أحد أن آرد من قبيل مد البدل فيقرأه بالتوسط والإشباع، وهذا لا يصح. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا مد منفصل في الإشباع، من أمر الله نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. عليكم أهل مد صلة ميم الجمع، هو عبارة عن مد منفصل في الإشباع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وجاءته مد متصل في الإشباع، البشرى من ذوات الراء تقلل قولا واحدا. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، إن إبراهيم لحليم نواه منيب. لحليم نواه، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم مد منفصل في الإشباع، أعرض عن هذا إنه مد منفصل في الإشباع، قد جاء مد متصل في الإشباع، قد جاء أمر همزتان من كلمتان متفقتان في الحركة، متفقتان بالفتح. طبعا الثانية نسهلها بين أو نبدلها حرف مد بمقدار 6 حركات. وإنهم آتيهم صلة ميم الجمع هو من قبيل المد المنفصل في الإشباع. آتيهم بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، غير مردود، راء مضمومة قبل الساكنة ترقق الراء. آتيهم قصر البدل عليه ثلاثة العارض في مردود، وعلى التوسط البدل التوسط والإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في المد العارضي للسكون. ولما جاءت رسلنا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. جاءت مد متصل في الإشباع، سيئ بهم هنا حكم الإشمام، سيئ بهم وسيئ مد متصل في الإشباع. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاءه مد متصل في الإشباع، السيئات بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. هؤلاء فيها مدان، الأول مد منفصل والثاني مد متصل فيهما الإشباع معا. أطهر لكم، ننتبه إلى الهمزة وإلى الهاء حتى لا يقع فيما تفخيم. ضيفية أليس قرأ النافع بفتح الياء. على قصر بدل في السيئات لنا في رشيد ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل
التوسط والإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض بالسكون. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. لو أن لي نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، قوة نو نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، أواوي بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة، أواوي إلى مد منفصل في الإشباع، على قصر بدل في أواوي لنا في شديد ثلاثة العرض، وعلى توسط البدل التوسط والإشباع في العرض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العرض للسكون. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. طبعا ننتبه إلى كلمة رسل حتى لا تسكن السين، لن يصلوا إليك مد منفصل في الإشباع. فسري قرأ نافع بإبدال همزة حرف مد بقطع، ننتبه إلى الطاء حتى لا تفتح، فهي مسكنة بقطع ليس بقطع. منكم أحد صلة ميم الجمع، وهي عبارة عن مد منفصل في الإشباع، أحد إلا امرأتك نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ما أصابهم مد منفصل في الإشباع، ما أصابهم إن موعدهم صلة ميم الجمع، وعبارة عن مد منفصل في الإشباع. إذا هذا ما في هذا الوجه من أحكام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.